السلام عليكم. محمد أبو سيد، هل عاد الصوت مرة أخرى؟ هل رجع الصوت؟ أرجو الإجابة. تمام الأمور. ما الطلب صار يحكي لنا، مش سامع صوت. هو كاتب من الصوت. كيف؟ هي اجت طالب وصلت. ماشي، تمام. نرجع تاني من الأول طالما إنه الصوت رجع. بدأنا إحنا حكينا إنه محاضرتنا هذه استكمالا للمحاضرة السابقة التي تحدثنا فيها عن الفائدة البسيطة والفائدة المركبة والفائدة التجارية والفائدة الصحيحة، وتعلمنا كيف نحسب اللي هي الفائدة اعتمادا على قيمة المبلغ الأصلي ومعدل الفائدة والفترة الزمنية. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن مجموع الفوائد البسيطة اللي على عدة مبالغ، وحكينا إنه في عندي عدة حالات. الحالة الأولى تتحدث عن اللي هو إذا كانت المبالغ غير متساوية، معدل الفائدة لكل مبلغ مختلف عن الآخر، وفترات الإيداع أيضا كمان غير متساوية، فنحسب اللي هو الفائدة لكل مبلغ على حدة، لكل مبلغ على حدة. تمام. طيب الحالة الثانية، إذا الحالة الأولى هي حالة عادية جدا، يعني كل مبلغ بدي أحسب اللي هو قيمة الفائدة تبعته بطريقة مستقلة عن الثاني باتباع القانون اللي إحنا أخذناه المحاضرة السابقة، اللي هو بيقول لي اللي هو ألف المبلغ الأصلي ضرب اللي هو عين معدل الفائدة ضرب اللي هو مين نون المدة الزمنية بالسنوات. تمام، إذا هحسب الفا واحد زائد فا اثنين زائد فا ثلاثة وأطلع اللي هو إيش مجموع الفوائد بطريقة منفصلة وعادية جدا. طيب الحالة الثانية شو بتحكي لي؟ بيقول لي إذا كانت المبالغ غير متساوية ومعدل الفائدة المستخدم ماله واحد، تمام، لكل المبالغ وفترات إيداع المبالغ غير متساوية، يعني في عندي عامل مشترك، إذا المبالغ مختلفة عن بعض وعندي الفترات الزمنية مختلفة عن بعض ولكن معدل الفائدة هو هو. مجموع الفوائد إحنا حكينا حتكون تساوي اللي هو مجموع المبلغ، فائدة المبلغ الأول زائد فائدة المبلغ الثاني زائد فائدة المبلغ الثالث وهكذا، ولكن هنا طالما إنه في عندي عامل مشترك اللي هو ايش هنعمل، بس نمسح لكم هذا. طالما انه في عندي عامل مشترك اللي هو مين معدل الفائدة، اذا انا بطلعها برا حيكون القانون عندي بالشكل هذا. بدناش ندخل في تفاصيل كيفية ايجاد القانون، لا، بالشكل هذا عندي مجموع الفوائد حيساوي معدل الفائدة اللي هو عين مضروب فيه، بروح بجيب المبلغ الاول ألف واحد في الفترة الزمنية الخاصة فيه زائد
المبلغ الثاني في الفترة الزمنية تبعته زائد المبلغ الثالث فترة زمنية تبعته إلى أن تنتهي اللي هي المبالغ كلياتها. تمام؟ طيب بيقول لي هنا في شغلة بدي سهلها علي، إنه هذه أو هذا المقدار اللي مضروب في عين اللي هو عبارة عن إيش؟ حاصل جمع كل مبلغ من المبالغ مضروب في المدة تبعته، بنسميه إيش؟ مجموع النمر. إيش بنسميه؟ مجموع النمر. إذا مجموع النمر هو عبارة عن حاصل جمع كل مبلغ، يعني كل ألف مضروبة في مية فترة زمنية تبعتها، ألف واحد في نون واحد زائد ألف اثنين في نون اثنين زائد ألف ثلاثة في نون ثلاثة إلى أن تنتهي إيش؟ المبالغ اللي عندي. إذا هذا بنسميه مجموع النمر. طيب مجموع النمر هذا مضروب في مين؟ معدل الفائدة. ليش معدل الفائدة؟ إن معدل الفائدة هي عامل مشترك، لأنه قال لي معدل الفائدة المستخدم ماله واحد لكل المبالغ. عشان هيك بدل ما أضل في كل مبلغ من المبالغ أضرب في عين، لا باخد عين برا عامل مشترك، وبالتالي هتكون عين مضروبة في مجموع النمر اللي هو بيساوي ألف واحد نون واحد زائد ألف اثنين نون اثنين إلى ما لا نهاية. تمام؟ طيب هان عندي طبعا احنا حكينا انه ألف واحد في نون واحد وألف اثنين في نون اثنين، مين نون هاي؟ نون هاي الفترة الزمنية بالسنوات حسب القانون. القانون بيقول لي ليش نون اللي هو الفترة الزمنية بالسنوات. تمام؟ طيب لو كانت الفترة الزمنية معطيني إياها بالمسألة بالشهور أو بالأيام، فأنا هضطر إيش أحولها لإيش؟ لسنوات. إذا كانت بالشهور هقسم عدد الأشهر على اللي هو عدد أيام على 12. تمام؟ على 12. ليش؟ لأنه السنة عندي 12 شهر، إذا أنا هقسم العين على إيش؟ على 12. إذا كانت إيش عندي اللي هو الفترة الزمنية بالشهور، لأنه السنة 12 شهر. طب ليش أنا بطلع العين برا بقول المعدل على 12؟ ليش؟ لأنه أنا في كل نون من هدول حقسم على 12، هان حقسم على 12، في كل نون حقسم على 12، بدل ما أقسم كل نون على 12 لا بطلع ال 12 إيش؟ عامل مشترك، ويصبح القانون إذا كانت الفترة الزمنية بالشهور زي ما إحنا شايفينه هيك هو عبارة عن مجموع الفوائد بيساوي المعدل اللي مين المعدل اللي هي عين على 12 ضرب مجموع النمر. مين مجموع النمر؟ اللي هو حاصل جمع كل مبلغ مضروب في الفترة الزمنية تبعته. تمام؟ طيب هذا لو كانت الفترة الزمنية بالشهور. طب لو كانت الفترة الزمنية بالأيام، وإحنا عرفنا طبعاً قصة الأيام هذه، في عندي فائدة تجارية وفي عندي فائدة صحيحة. إذا كانت الفائدة تجارية بقسم على 360 يوم، إذا كانت الفائدة صحيحة في عندي خيارين، إذا كانت السنة بسيطة بقسم على 365، وإذا كانت السنة كبيسة بقسم على 366. مين اللي بحدد لي هذا الكلام؟ اللي هي التاريخ أو السنة اللي بيكون حاطط لي إياها في المسألة. بدي أختبرها كبيسة ولا بسيطة بقسمها على 4، إذا كانت تقبل القسمة على 4 بتكون كبيسة، وإذا لم تقبل القسمة على 4 بتكون بسيطة. تمام؟ طيب الآن لما تكون الفترة الزمنية بالأيام إيش حقسم؟ هي عين نفسها حقسمها يا على 360 يا 365 يا على 366 إذا كانت الفائدة إيش صحيحة، أو على 360 إذا كانت الفائدة تجارية، وأضربها في مين؟ في مجموع النمر اللي هو هذا القانون اللي عندي نفسه هستخدمه. أسفة، هاي القانون اللي عندي هذا مجموع الفوائد هستخدمه، ولكن هقسم مين؟ العين هذه هي اللي هتم قسمتها إما على 12 إذا كانت الفترة الزمنية بالشهور، أو على 360 إذا كانت الفائدة تجارية والفترة الزمنية بالأيام، أو على 365 أو 366 إذا كانت الفترة الزمنية بالأيام وطلب مني الفوائد الصحيحة. إذن كمان مرة، هذا هو قانون مجموع الفوائد لعدة مبالغ غير متساوية، فترات إيداعها غير متساوية، ولكن عندي مين المشترك اللي مطلعاه أنا برا؟ معدل الفائدة ماله مشترك. إذن إذا كان معدل الفائدة إيش مشترك.
طيب نشوف اللي هو موضوع آخر اللي هو الحالة الثالثة. إيش الحالة الثالثة بتقول لي؟ الحالة الثالثة أيها بقول لي إذا كانت المبالغ متساوية ومعدل الفائدة واحد يعني متساوي وكل الإيش والمبالغ تودع أو تسحب على فترات دورية منتظمة، يعني عندي الألف كل واحدة متساوية وعندي العين هي هي وعندي الفترات الزمنية برضو إيش متساوية، فمجموع الفوائد إيش حيكون؟ المبلغ المتساوي الدوري يعني الألف نفسها حيكون عندي الألف عفوا حيكون عندي الألف واحدة تمام، هضربها في مين؟ في معدل الفائدة اللي هو ماله برضو عندي متساوي ضرب مين؟ اللي هو الفترات الزمنية. طبعا في عندي أنا فترات زمنية مالها منتظمة يعني ما بين كل مثلا مبلغ والتاني يا إما شهرين يا إما ثلاثة يا إما سنة يا إما سنتين، هجمع هذه الفترات الزمنية لما نقول نون واحد زائد نون اثنين زائد نون ثلاثة لما أوصل لا قديش عدد المبالغ اللي عندي. إحنا طبعا بصير كأنها متتالية الحساب متتالية حسابية، فبنختصر الموضوع هذا بقول ضرب نص اللي هو مجموع المتتالية الحسابية اللي تعرفنا عليه في الثانوية العامة، نون نص اللي هو عدد المبالغ في إيش؟ في المبلغ الأول زائد المبلغ الأخير، مش المبلغ نفسه طبعا، الفترة الزمنية المبلغ الأول في الفترة الزمنية الخاصة بالمبلغ الأخير. أنا إيش؟ نص مين؟ نص عدد المبالغ، نص نون تمام؟ طيب طبعا هذه الحالة هي اللي حنتعرض إلها في موضوع اللي هو الدفعات، لأنها الدفعات بتكون هي عبارة عن مبالغ متساوية في فترات زمنية منتظمة ومعدل فائدة ماله واحد. إذا إحنا بصدد اللي هو الحالة الأولى والحالة الثانية، أما الحالة الثالثة حنتعرض إلها في موضوع الدفعات. نشوف مثال عشان نعرف كيف بنحل الأسئلة هذه على أرض الواقع. بيقول لي استثمر شخص المبالغ التالية في بنك ما خلال عام 2005، في عام 2005 تمام؟ طيب إذا هنا السنة عندما وجد لي إياها بدي أخذ بالي منها. طيب 3000 إيش المبالغ؟ طبعا هو هنا اشتغل على أكثر من مبلغ. 3000 دينار استثمرها لمدة كام؟ 4 إيش شهور. 4500 دينار استثمرها لمدة 8 شهور. 8000 دينار استثمرها لمدة 12 شهر. إيش طلب مني؟ مجموع الفوائد المستحقة للشخص إذا كان البنك يحسب فوائده بمعدل 10%. طبعاً لازم أقرأ السؤال مرة ومرتين وثلاثة عشان أفهم الفكرة قبل ما أبدأ بالحل، عشان أحدد شو هي الحالة اللي أنا هشتغل عليها. هل المبالغ مختلفة؟ نعم. هل الفترات الزمنية مختلفة؟ نعم. هل معدل الفائدة مختلف؟ لا. إذا كل معدل فائدة واحد، إذا أنا كأني بشتغل على موضوع إيش؟ مجموع النمر. إذا القانون مباشرة بقول لي مجموع الفوائد بساوي عين في ألف واحد نون واحد زائد ألف اثنين نون اثنين زائد ألف ثلاثة نون ثلاثة. ليش حطيت واحد واثنين وثلاثة؟ لأنه أنا عندي ثلاث مبالغ، 3000 دينار، 4500 دينار، 8000 دينار. طيب ليش هنا حط للعين على 12 ما خلاهاش لحالها؟ لأنه هو أعطاني الفترة الزمنية إيش؟ بالشهور. المبلغ الأول 4 شهور والثاني 8 شهور والثالث 12 شهر. طالما بالشهور لازم أحولها لسنوات لأنه أنا عندي نون هان بالسنوات. طيب السنة كم شهر؟ 12. فمجرد ما يعطيني شهور على طول بقسم على 12. إذن هاي كأنها هيك عين مقسومة على 12 تمام؟ إذا مجموع الفوائد شو بيساوي عندي هان؟ عين على 12 في ألف واحد نون واحد زائد ألف اثنين نون اثنين زائد ألف ثلاثة نون ثلاثة. طبعاً أنا ممكن على طول أستخدم الآلة الحاسبة وأحط هذا المقدار مرة واحدة، بس بدها عملية إيش؟
تركيز وعملية دقة لما أعمل العمليات الحسابية على الآلة الحاسبة، لأنه إحنا عارفينه في عندي أولويات للعمليات الحسابية، لو ما أنا اتبعتش هذه الأولويات حتطلع النتائج عندي خاطئة. إذا شو حعمل على الآلة؟ أول حاجة حكتب طبعاً عندي عين، قديش عين اللي هي معدل الفائدة اللي هي 10%، كيف حكتب 10% على الآلة الحاسبة اللي هي يعني 10%، يعني 10 من 100، تمام؟ على أقسم أحط قسمة إيش؟ 12، تمام؟ وعلى الآلة بفتح قوس، إذا أنا بكتب العملية الحسابية زي ما هي مكتوبة معايا بالضبط بالترتيب. بفتح القوس بقول المبلغ الأول كام؟ 3000، في الفترة الزمنية كام؟ 4، زائد المبلغ الثاني 4500 ضرب 8، زائد المبلغ الثالث 8000 اللي هو ايش؟ ضرب 12، تمام؟ أنا عفوا في خطأ، هاد نمحيها، سوري، 4500 ضرب 8 مظبوط، زائد 8000 ضرب 12 هيعطيني النتيجة النهائية مباشرة. إذا أنا بدي أتمرن وأتمرس استخدام الآلة الحاسبة بإجراء العمليات الحسابية، يعني كل الأمثلة الموجودة في الكتاب بدي أحاول أحلها وأقوم بالعملية على الآلة الحاسبة، طبعا لأنه مسموح لك تستخدم الآلة الحاسبة بالامتحان، تمام؟ إذا كمان مرة، إذا طلع أنا السؤال عندي أعطاني عدة مبالغ مختلفة في فترات زمنية مختلفة بمعدل فائدة واحد، إذا هستخدم اللي هو القانون اللي فيه مجموع النمر. ممكن طبعاً أنا أجيب مجموع النمر لحاله اللي هو بين القوسين، هذا بسميه مجموع النمر، أطلعهم بعدين إيش الناتج، أضربه في إيش؟ في عين على 12، أو الأسهل مباشرة أقول معدل الفائدة 10% على 12 وأفتح قوس وأكتب العملية الحسابية بشكل متسلسل كما هي موجودة بالمسألة. طبعاً هنا إيش عمل لي في الحل؟ طلع مجموع النمر، كل مبلغ فترة زمنية تبعته طلع عندي قديش؟ 144,000 دينار. طيب هل خلص مجموع الفوائد؟ لا، هنا حسب مجموع النمر لحال حضربه في مين؟ لأنه ما خلصش عندي الحل اللي هو ضايل مين؟ ضايل أضرب في عين على 12، هاي اللي احنا شايفينها، تمام؟ طيب العين اللي هي 10% على 12، واضح؟ طيب إذا طلع مجموع الفوائد عندي قديش؟ 1200 دينار. هنا نركز شوية إيش عامل هو، حاطط 10، هذا كأنه هيك مكتوب الحل 10، طبعا هذه إشارة القسمة يعني كأنها هيك قسمة 12 ضرب، يمكن تشوفها بالكتاب بالطريقة هاي شو معنى هذا الكلام، ضرب 100 في اللي هو المبلغ اللي طلع معايا اللي هو 144,000 دينار. شو معنى هذا الكلام؟ هنا 10 على 100 اللي هي نسبة الفائدة اللي هي 10%، يعني 10 على 100 اللي ممكن أكتبها كسر عادي أو أكتبها إيش؟ مباشرة 10 من 100 وهي الأسهل. على 12 اللي هو إيش؟ لما حولت أنا الشهور إلى سنوات. إذن طبعاً هذا للتوضيح، ولكن أفضل الحل مباشرة، بعوض بكتب القانون، بعوض في القانون وبكتب العملية الحسابية على الآلة الحاسبة بتسلسل، طبعاً الأقواس موجودة والجمع والطرح والضرب والقسمة كله موجود، وأركز كتير على موضوع الأقواس، تمام؟ هيك أنا حققت مطلوب السؤال. نيجي ننتقل إلى نقطة ثانية، في عندي هنا سؤال تقويم ذاتي، يعني مشابه للمثال السابق بحيث أني أنا أتمرن أكثر على حل الأسئلة. بقول لي استثمر شخص المبالغ التالية في عام 2009 باستخدام معدل فائدة بسيطة 10%، بدام أعطاني معدل الفائدة ثابت من الأول يعني هو مشترك للكل، تمام؟ إذن إيش المبالغ؟ عندي 10,000 شيكل ل50 يوم، 20,000 شيكل ل100 يوم، 40,000 شيكل ل200 يوم، 25,000 شيكل لمدة 300 يوم. إذن هو أعطاني، أخذ بالي أيام، يعني أنا بديكم مساعدة لحل السؤال، بده مجموع الفوائد على تلك المبالغ وكذلك جملة المبلغ المستحق له في الحالتين، استخدام فوائد تجارية ثم فوائد بسيطة. ليش أنا قال لي تجارية وبسيطة؟ لأنه أعطاني الفترة الزمنية بالأيام،
واخذ بالي في الفائدة التجارية حقسم على 360، في الفائدة البسيطة حقسم على اما 365 واما 366، شو اللي بعرفني باجي لمين لل 2009؟ هل هي سنة بسيطة والله كبيسة؟ 9 بتقسم على 4، لا، اذا هي سنة بسيطة معناته حقسم على 365، يعني مجموع الفوائد حيكون اللي هو العين اللي هي 10% على 365، بخليها برا وافتح قوس، كل مبلغ مضروب في الفترة الزمنية تبعته بجمعه للتاني، بحطها على الآلة الحاسبة بيطلع الناتج. لما تكون تجارية بقسم على 360. طبعا أنا أعطيتكم هاي الحل بشكل اللي هو شفوي، أرجو حل السؤال والتأكد من النتيجة. تمام؟ لو واجهتكم في أي مشكلة بنتواصل، وبعتولي على اللي هو صفحة التعليم الإلكتروني. الآن في نقطة تانية اللي هو بيقول لي قانون جملة المبلغ بالفائدة البسيطة. يعني إحنا عارفين إنه المبلغ له فائدة، يعني في عليه شو مثلا أنا بستثمره أو أقترضه في فائدة، وإحنا تعلمنا كيف أنا أحسب الفائدة. تمام؟ طيب هذا إذا في عندي حاجة اسمها مبلغ أصلي وفي حاجة اسمها فائدة. طب جملة المبلغ، يعني جملة المبلغ هو المبلغ النهائي أو في نهاية المدة اللي بدي أحصل عليه. يعني أنا إذا كنت أودعت مبلغ في بنك، وهذا المبلغ أنا استثمرته وشغلته في البنك بحيث إنه في عليه فوائد بسيطة أو فوائد مركبة، كل اللي هو سنة في فوائد. طيب بدي أجي أخذ المبلغ بعد 5 سنوات، هذا المبلغ اللي أنا بدي أخذه في نهاية المدة بسميه جملة المبلغ. هو عبارة عن إيش؟ عن المبلغ الأصلي اللي أنا أودعته زائد الفوائد كلها اللي حصلت عليها، بسميه جملة المبلغ. جملة المبلغ نرمز له بالرمز جيم، هيو، بيساوي ألف اللي هو المبلغ الأصلي زائد فاء اللي هو مين؟ القيمة الفائدة. إذن جملة المبلغ بتساوي المبلغ زائد الفوائد اللي عليه، وطبعاً هذه شغلة منطقية وبديهية. طيب بقول لي حيث أن فاء مين فاء؟ اللي هي الفائدة البسيطة اللي هي عبارة عن ألف في عين في نون. إحنا نحكي عن فوائد بسيطة، ها ألف في عين في نون. طيب القيدة معناته إيش صار عندي؟ صار عندي ها، صار عندي نعوض هنا ألف زي ما هي، تمام؟ عندي فاء هاي زائد فاء مين هي؟ اللي هي هاي. إذا بدي أنقل القانون، ها زائد ألف مضروبة في عين مضروبة في مين؟ في نون. طب صار عندي هان ألف وهان ألف، بقدر أخذ ألف مالها عامل مشترك لأنها مكررة. إذا بأخذ ألف عامل مشترك هيها، وبفتح قوس بدي أقسم كل حد من الحدود هذه على مين؟ على ألف. ألف على ألف واحد، زائد بينزل ألف في عين في نون على ألف، الألف حتروح، إذا حيضل عندي مين؟ نون. واضح؟ تمام؟ إذا حيكون عندي ألف في واحد زائد عين نون، وألف في واحد زائد عين نون. إذا جملة المبلغ هذا طبعا حنتعرض له كتير خلال المساق، أكون إيش؟ متمكن وحافظ القانون وعارفه مثل اسمي. جيم بتساوي ألف في واحد زائد عين نون. طيب لو كان المبلغ واحد، طب عندي عدة مبالغ، بدي جملة هذه المبالغ، حيكون مجموع المبالغ كلها زائد إيش؟ مجموع فوائدها. يعني أنا عندي عدة مبالغ، بدي قديش جملتهم كلياتهم؟ حيكون مجموعهم كلهن الأصلي زائد مجموع فوائدهن. وطبعاً مجموع المبالغ بجمعها مع بعض عادي، مجموع الفوائد اللي إحنا تعرضنا له قبل شوية اللي هو كيف بقينا نحسب مجموع الفوائد لعدة مبالغ، ممكن تكون اللي هو الفائدة مشتركة، ممكن غير مشتركة، الفترات الزمنية متساوية غير متساوية وهكذا. طيب بقول لي هالملاحظة، دائما نوجد الفائدة التجارية ما لم ينص على غير ذلك صراحة في المسألة. والكلام هذا طبعا أنا حكيته وأكدت عليه في المحاضرة السابقة، طالما في المسألة لم يحدد إلي هل الفائدة تجارية أم صحيحة، إذا على طول بستخدم اللي هو الفائدة التجارية اللي هي عدد أيام السنة فيها 360 يوم. 360 يوم
ننتقل المثال الثاني، بيقول لي أودع شخص مبالغ التالية في بنك ما سنة 2005، بيقول لي 4000 دينار لمدة 50 يوم، 5000 دينار لمدة 70 يوم، إذا هاي مبلغ، مبلغين، 7000 دينار لمدة 100 يوم، احسب المستحق لهذا الشخص إذا علمت أن البنك يحسب فوائد الاستثمار بمعدل 8% سنوياً، يعني هان بده مجموع اللي هو المستحق لهذا الشخص، يعني هو الشخص هذا أودع كم مبلغ؟ 1، 2، 3، أودع 3 مبالغ، بده المستحق، يعني بده مجموع المبالغ هدول كلهن مع الفوائد تبعتها، يعني كل المبالغ اللي أودعها والفوائد كمان تبعتها. طيب جملة مبالغ المستحقة تعرفنا عليها قبل شوي، القانون اللي هو عبارة عن مجموع المبالغ زائد مجموع الفوائد. طيب مجموع المبالغ ما هو سهل، عندي موجود already هاي المبالغ، ما علي اللي جمعهم 4000 5000 7000، مين بضل عندي المجهول هام بدي أطلعه اللي هو عبارة عن مجموع الفوائد. طيب مجموع الفوائد طبعا احنا أخذنا كذا حالة لإيجاد مجموع الفوائد، إذا كانت المبالغ غير متساوية والفترات الزمنية غير متساوية، معدل الفائدة غير متساوي، بدي أجيب الفائدة لكل مبلغ على حدة باستخدام القانون ألف في عين في نون. ولكن أنا هنا عندي في المسألة المبالغ غير متساوية والفترات الزمنية غير متساوية، لكن معدل الفائدة ماله مشترك، إذا هستخدم قانون مين؟ مجموع النمر، مجموع النمر. إذا مجموع الفوائد حيكون عين في أواحد في ألف واحد نون واحد زائد ألف اثنين نون اثنين زائد ألف ثلاثة نون ثلاثة. طيب ليش حطها أنا على 360؟ لأنه الفترة الزمنية هان أعطاني إياها إيش؟ بالأيام، 100 يوم، 50 يوم، 70 يوم. إذا مدام بالأيام، إذا بدي أحولها لسنوات، طيب هل هان حدد لي السنة اللي هي بسيطة والله بده فائدة تجارية والله صحيحة؟ ما حدد. طالما ما حدد صحيحة والله تجارية، إذا already هروح أستخدم مين؟ الفائدة التجارية. حتى لو أنه أعطاني هنا، ممكن حدا يشوف أنه أعطاني هنا السنة، إذا ما أروح أشوف بسيطة والله كبيسة، لا، طالما ما قال ليش فائدة صحيحة أو فائدة تجارية، إذا على طول بدي أستخدم اللي هو الفائدة التجارية، واللي عدد أيام السنة فيها ثابت ومعروف 360 يوم، إذا على طول بعوض تعويض مباشر في القانون. العين عندي كام؟ 8% على هذه الشرط القسمة 360، وأفتح القوس كل مبلغ مضروب في الفترة الزمنية تبعته 4050 زائد المبلغ الثاني 5070، المبلغ الثالث 7100، أضع العملية الحسابية هاي بالترتيب كما هي على الآلة الحاسبة والأقواس كما هي، هيطلع عندي الناتج مباشرة 277.78 من 100 دينار، هذا مجموع الفوائد. طب هل هو طلب مني مجموع الفوائد ولا مجموع المبلغ المستحق؟ بده المستحق لهذا الشخص، يعني في نهاية المدة بعد ما أودع هذه المبالغ كلها إيش حيسحب أو إيش حياخد؟ حياخد المبالغ وزيادة عليها الفوائد تبعتها، احنا حسبنا الفوائد. طيب ضايل إيش؟ نجمع الفوائد اللي هي المبالغ الأصلية 400 والـ5000 والـ7000، الناتج حيكون زي ما احنا شايفين 16277.78 من 100 دينار، وهو المطلوب، وهو المطلوب، تمام؟ طيب المثال الثالث شو بحكي لي؟ استثمر شخص المبالغ التالية في بنك خلال عام 2006، ايش المبالغ هاي؟ اللي هو اعطاني 300 دينار لمدة 3 شهور، واعطاني 400 دينار او استثمر يعني اودع لمدة 6 شهور، و450 دينار لمدة شهرين، بده احسب جملة المبلغ، جملة المبلغ او جملة ما يستحق لهذا الشخص اذا كان البنك بيحسب فوائد بسيطة معدل 8% سنوي. طيب إذا بده جملة ما يستحق له واللي هو بده، طيب ألاحظ هان مين اللي عندي مشترك؟ عندي المعدل 1، إذا عندي اللي هو مبالغ مختلفة، فترات زمنية مختلفة، معدل سنوي للفائدة ثابت، إذا هانا
طبعا احنا في المثال السابق حلينا استخدمنا مجموع النمر لانها من الحالات اللي بنطبق عليها مجموع النمر عند ايجاد اللي هو جملة الفوائد، لانه جملة ما يستحق يعني جملة المبالغ زائد جملة فوائدها. او ممكن انا اجيب جملة كل مبلغ لحاله واجمعهم مع بعض. اذا هذا السؤال برضه حليناه بالطريقة الثانية، انه انا ممكن احسب جملة كل مبلغ لحاله، ولكن في الشريحة السابقة او السؤال السابق حلينا انه باستخدام مجموع النمر، لانه انا عندي هنا بينطبق عليها مجموع النمر، والتنتين صح، لكن باستخدام مجموع النمر اسهل، عملية حسابية اقل يعني على طول. طبعا ممكن انا اعمل اجيب مجموع الفوائد، اقول عين على اللي هو 360 واضرب في مجموع النمر، او اجيب كل جملة كل مبلغ واحد لحاله. ايش جملة المبلغ بتساوي؟ هاي القانون تبعها، هاي جملة المبلغ اللي هو المبلغ الاصلي في واحد زائد عين نون. طبعا المبلغ الاول يعني الف واحد، واحد زائد عين نون واحد. لان ليش انا حاطه واحد وواحد عند الالف والنون والعين؟ لا، لانه العين ثابته ما تغيرتش، قال لي 8%. المبلغ الاول المبلغ بيختلف، الفتره الزمنيه بتختلف. اذا هاي الاولاني الف واحد في واحد زائد عين نون واحد، والمبلغ الثاني الف اثنين في واحد زائد عين اثنين، والمبلغ الثالث الف ثلاثة في واحد زائد عين نون ثلاثة. تمام، حكتب عوض اللي هو كل قيمة، كل متغير اللي هو قيمته تحته. هنا المبلغ الأول 300 في واحد عين 8% المعدل الفائدة في فترة زمنية، المبلغ الأول اللي هي 3 شهور، بنفع أحط 3 لحالها؟ لا، لازم أحط 3 على 12. زائد المبلغ الثاني 400 في واحد زائد معدل الفائدة. من وين الواحد؟ هذه الواحد ثابتة في القانون، هيها الواحد ما بتتغير. زائد ضرب اللي هو 6، مين الستة؟ اللي هي 6 شهور على 12 الفترة، لأنه أنا بدي أحول لسنوات. والمبلغ الثالث كذلك، مجرد ما أحط هذه العملية على الآلة الحاسبة هيعطيني المبلغ مباشرة هي. طيب ما الفرق بين حل المثال هذا والمثال السابق؟ المثال السابق وجبنا مجموع الفوائد لحال، وبعدين أضفنا إلها اللي هو مجموع المبالغ الأصلية. ها جبت جملة كل مبلغ خالصة، يعني المبلغ الفوائد جبتها إيش مع بعض وجمعتهم. هذه الطريقة صح والطريقة السابقة صح، أنت تحل كيفما يطيب لك. تمام؟ ننتقل إلى المثال الأخير. بيقول لي ما هو معدل الفائدة البسيطة الذي لو استثمر به مبلغ 3600 دينار لمدة 8 شهور لكانت جملته 3840 دينار. هنا إيش المطلوب؟ هنا مطلوب أول مرة يطلب مني إيش؟ معدل الفائدة الإيش البسيطة. بيقول لي لو استثمر مبلغ اللي هو قيمة المبلغ الأصلي 3600، الفترة الزمنية 8 شهور، جملته تساوي 3840. ما دام اعطاني جمله مبلغ، اذا على طول معناته احنا عارفين انه جمله المبلغ اللي هي جيم، نكتب القانون لحظه، اللي هي جيم. مش هذا قانون جمله المبلغ؟ ايش القانون جمله المبلغ؟ المبلغ بيقول لي الف في واحد زائد اللي هو عين نون. تمام، ألف واحد زائد عين نون. لو في أي مشكلة أو استفسار ممكن تكتب يا محمد. تمام، عايز تحكي؟ تمام، يعني انت فاهم؟ ممتاز. يعني المشكلة عندك بالجهاز.
طيب طالما انت فاهم كل شيء خلاص ما مشكله. طيب نيجي هنا، هو هنا ايش طلب معدل الفائده؟ دائما انا متعود بعطيني عين 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 هنا، لا هنا المره لا، بيقول لي ايش معدل الفائده؟ اعطاني المبلغ الاصلي واعطاني الفتره الزمنيه واعطاني جمله المبلغ. طالما المساله فيها جمله المبلغ، اذا على طول اتذكر قانون جمله المبلغ اللي هو ايش بيقول لي؟ ج بتساوي الف واحد زائد عين نون. طيب هل لقيت انا اصلا دائما ايش عندي؟ الفائده. هل لقيت الفائده لما يكون عندي جمله المبلغ وعندي المبلغ الاصلي وبدي اعرف قديش الفائده؟ مثلا انا استثمرت 1000 دينار، تمام؟ المبلغ الاصلي 1000 دينار، بعد سنتين اخذتهم 2500 دينار. 2500 دينار، 2500 دينار اللي اخذتها هذه اسمها جمله المبلغ، انه الاصل والفوائد. طب قديش الفوائد اللي اخذتها عليه؟ معناته ال 2500 اللي هي جمله المبلغ حطرح منها مين؟ المبلغ الاصلي اللي هي ال 1000 دينار. اذا الفائده شو بتساوي؟ جمله المبلغ ناقص اصل المبلغ، وهذا شيء منطقي. يعني الفائده ايش المبلغ اللي اخذته انا بعد ما شغلته واستثمرته واشيل منها راس المال او المبلغ الاصلي، حيضل اللي مين؟ حيبقى الفائده، تمام؟ اذا الفائده بتساوي جمله المبلغ ناقص اصل المبلغ. طب جمله المبلغ كام؟ 3840، اصل المبلغ 3600، هيكون الناتج عندي 240 دينار. طيب ال 240 دينار هاي يا جماعه هل هي الفائده ولا معدل الفائده؟ طبعا لا، هي طلعت عندي قيمه الفائده، لكن هو طلب مني المعدل، النسبه. في فرق ما بين نسبه الفائده وما بين معدل ايش الفائده. زي ما يقول مثلا ال 1000 دينار قديش ال 10% منها؟ ها، ال 10% من ال 1000 دينار قديش؟ 100 دينار. اذا ال 100 دينار هي قيمه ال 10%، اذا في فرق ما بين النسبه وبين القيمه اللي هي الخام الحقيقيه. طيب انا اعطاني الفائده، هو بدوش الفائده، قال لي بدي معدل الفائده، اذا حروح على قانون مين؟ الفائده. مش احنا عارفين قانون فائده المبلغ، الفائده الصحيحه، تمام؟ او الفائده البسيطه، اسفه. ايش الفائده؟ بتقول لي فا بتساوي الف في عين زائد نون، اللي اخذناها اول قانون. طيب اعوض فيها، الفائده قديش؟ 240، المبلغ الاصلي 3600، عين هي المطلوبه اللي هي معدل الفائده، نون اللي هي الفترة الزمنية قديش عندي؟ 8، طالما شهور حقسم على 12. إذا معدل الفائدة كيف حجيبه؟ من العملية الحسابية هاي، نشوف كيف نجيبه. عندي ال 240 ثابتة حتساوي، طبعا هذا ضرب وضرب، إذا طالما ضرب احنا عارفين عملية الضرب إبدالية، حضرب ايش؟ عندي 3600 مضروبة في عين في 8 على 12. طب كيف انا بدي عين؟ طب طالما هذول مضروبين في عين، اذا بدي اكمل عمليه الضرب الاول. ال 12 3600 في بينهم اختصار، نعم، على 12 واحد، 36 على 12 فيها الاربعه بضل صفرين. اذا ال 240 حتساوي ال 400 في 8، 4 في 8 قديش؟ 2 و 3، سوري، 36 على 12 فيها 3، نيجي هان، هان هتكون عندي هذه كمان كأنها 8 على 12، 12 واحد، 3600 على 12، 36 على 12 فيها الثلاثة بضل صفرين. إذا هنا حتساوي 2400، 300 في 8 اللي هي 3 في 8 ب 24 وضل ايش؟ صفرين. طبعا هذه مضروبة ايش؟ في عين. طب بدي عين لحالها، أقسم الطرفين على مين؟ على 2400. إذا حيكون عندي 240 على ال 2400، حيكون عندي ايش؟ حيطلع عندي الناتج 10، حنقسم ال 10 على ايش؟ على 100 واضربها في 100. يعني الناتج هنا عين حتكون عندي بالنهايه كام؟ 10، لكن اي عدد بدي احوله لنسبه مئويه بضربه في ايش؟ في 100 في ال 100، سوري، هال 100.
تمام، هضربه في 100 في 100، الناتج هيكون عندي كام؟ 10%. تمام، الناتج هيكون عندي كام؟ 10%. ننتقل، معلش عشان الآن في محاضرة أخرى. بهيك بنكون احنا خلصنا اللي هو محاضرة اليوم، إن شاء الله نلتقي في محاضرة أخرى. أي استفسارات ممكن تبعتوا لي إياها على الإيميل، سؤال التقويم الذاتي يا ريت تحلوه وتعطيني النتائج. طبعا نزل لكم تعيين اليوم على الصفحة، أرجو متابعته وحله وإرساله في الموعد المحدد. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.